وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد بعد التحية، يعني زيارة هامة لوفد من الكونغرس الأمريكي لمدينة العريش، كيف تقرأ هذه الزيارة والنقل الجهود المصرية ووجهة النظر المصرية في التعامل من معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ تحياتي لك أستاذ محمد ولكل مشاهدي القناة الأولى الكرام. في الواقع أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي هي الزيارة الثالثة لمصر في أقل من 3 شهور، كان في شهر أغسطس ثم في شهر أكتوبر بعد أحداث طبعا عملية طوفان الأقصى، ثم هذه الزيارة هي الثالثة والتي تعكس حرصا أمريكيا على التشاور والتنسيق مع الجانب المصري، باعتبار أن مصر هي المفتاح الآن في التعامل مع هذه التحديات وهذه الأزمة بثقلها وخبرتها ودورها في تحقيق الامن والاستقرار. وبالطبع زياره وفد الكونجرس الامريكي الى العريش والى تمثل دلاله مهمه، تعكس اكثر من دلاله. الدلاله الاولى هو طبعا الجهود المصريه الكبيره التي تبذلها مصر في دعم الشعب الفلسطيني وفي تخفيف المعاناه الانسانيه عنه، والتي ترجمت من خلال ان مصر اكبر داعم للمساعدات، 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزه هي من مصر، عكست يعني جهود التحالف الوطني وحياه كريمه والتحالف بين الدوله والشعب والمنظمات المجتمع المدني. الامر الثاني ايضا توجد جهود مصر فيما يتعلق بقرار مجلس الامن الدولي 2720 والذي ينص على الأول مرة على إدخال المساعدات الغازية لقطاع غزة بدون عقبات أو تحديات، وهو معكس حقيقة يعني حشد مصر للجهود الدولية وتوضيح حقيقة ما يجري في قطاع غزة. الدلالة الثانية المهمة أن معبر رفح والعريش أصبحت الآن أيقونة لتمثل دلالة رمزية على الحاجة الوضع الإنساني الصعب لقطاع غزة، وأن هذه المأساة التي أشارت منظمات الأمم المتحدة ذاتها بأن ما يصف المساعدات لا يكفي هذا الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع والذين يعيشون مأساة حقيقية في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها الشامل، في ظل استمرار سياسة الجحيم وتحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه، واستخدام سلاح الجوع كأحد الأدوات الحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخططات خبيثة بالتهجير القسري والتي تعد جريمة حرب. وبالتالي هذه الزيارات هي بتعكس أيضا جزء من زيارات المسؤولين الدوليين، يعني رأينا في السابق أمين عام الأمم المتحدة جوتريتش، أيضا رئيس المفوضية الأوروبية، أيضا يعني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين الكبار، التي بتعكس أن معبر رفح حقيقة والجانب المصري هو الذي يمثل شريان الحياة للشعب الفلسطيني ويعكس جهود مصر المتواصلة في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين. مع الوضع في الاعتبار أن هناك أكثر من معبر إلى قطاع غزة، ولكن يعني هل ترى أن هذه الزيارة تؤكد على أهمية مصر والدور المصري في معادلة التهدئة في القطاع ما بين إسرائيل وحماس واستمرار المفاوضات فيما يتعلق بإنهاء الوضع المتأزم في قطاع غزة ما بين الطرفين؟ بالطبع استاذ محمد، يعني هذه الزياره وهذا التشاور هو ياتي في سياق المسارات الثلاثه التي تسير عليها مصر، يعني اضافه طبعا الى المسار الانساني وادخال المساعدات الانسانيه بالكم وخروج الجرحى المصابين وعلاجهم، هناك المسار السياسي والذي يتضمن شقين مهمين تقوم بهم مصر حقيقه، هو رفض التهجير القسري باعتبار انه جريمه حرب، انه يهدف الفكره الفلسطينيه، ثم بالتزامن معه فكره الحل الدولتين والعمل لاحياء السلام، لان المقاربه المصريه تقول ان ما حدث هو عرض لمرض وان هذا المرض هو استمرار الاحتلال وغياب افق التسويه السياسيه واستمرار الاعتداءات وهذه الحكومه المتطرفه في اسرائيل على وعدوانها على الشعب الفلسطيني. وبالتالي هنا الرساله واضحه للجانب الامريكي، خاصه ان امريكا تمثل ايضا مفتاح مهم فيما يتعلق بالضغط على اسرائيل، لان امريكا هي الدعم الاساسي لاسرائيل وهي قادره على لديها من اوراق تستطيع ان يعني تدفع الجانب الاسرائيلي الى الانخراط في عمليه سلام وتحقيق تسويه تاريخيه لهذا الصراع، لان العمل على انهاء ومنع دوامات العنف وهذه الدوامه التي يدفع ثمنها الابرياء من النساء والاطفال هو ان يكون هناك حل لازاله الصراع من مسبباته، وبالتالي العمل على حل الدولتين اقامه السلام العادل. وهذه المقاربه المصريه تمثل اهميه كبيره، لان هذا التحرك المصري على المسار السياسي طبعا الى جانب المسار الانساني نجح اولا في اجهاض مخطط اسرائيل ووضع خطوط حمراء فيما يتعلق بالتهجير القسري، حتى الخطاب الامريكي والغربي الان يتوافق تماما مع الجانب المصري في رفض هذا التهجير القسري ورفض تصريحات الوزراء المتطرفين في الحكومه الاسرائيليه. الجانب الاخر هناك ايضا توافق مع الجانب المصري فيما يتعلق بالعمل على الانخراط في تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار، واضافه طبعا الى المسار الامني المتعلق بجهود مصر في منع توسيع الصراع اقليميا. وبالتالي هذه الزياره تمثل اهميه انها تعكس ايضا الجانب التشريعي، والكونجرس الامريكي لديه دور مهم الان في السياسه الخارجيه الامريكيه، تنقل رسائل مهمه للاداره الامريكيه بان ما يحدث
يحدث على قطاع غزه هو اولا هي ماساه انسانيه، الامر الثاني هو هناك عقاب جماعي وعدوان شامل، الامر الثالث ان الحل ليس بتهجير الفلسطينيين قسرا او تصفيق الفلسطينيين، وانما الحل هو احياء حل الدولتين والعمل على تحقيق سلام دائم ومستدام يحقق مصالح جميع الاطراف. اشكرك جزيل الشكر الدكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف.